مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم هنا في إمارة العين بأبو ظبي، طبعا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مباراة السوبر بين الأهلي والمصري، وهو لقاء السوبر بإذن الله، نتمنى فيه التوفيق لفريق النادي الأهلي. اليوم هو اليوم التالي لوصول بعثة فريق النادي الأهلي هنا في إمارة العين، حيث بالأمس تواجد اللاعبين داخل الأوتيل وتم تسكين كل اللاعبين والجهاز الفني في الغرف المخصصة لهم. لكن مع صباح هذا اليوم كان هناك ترتيبات خاصة لدى البعثة من أجل الاستعداد لهذه المباراة. كابتن سارة الحفيظ صباح اليوم توجه الى ملعب التدريب، هو ملعب طحنون بن محمد القطاره، هو ملعب فرعي سيستضيف تدريبات الاهلي اليوم، خاصه ان الفريق سيتدرب غدا ليله المباراه على ملعب هزاع بن زايد، هو الملعب الذي سيستضيف مباراه السوبر بين الاهلي والمصري. كابتن سيد زار الملعب، اطمئن على النجيله وعلى شكل الملعب، خاصه ان الفريق محتاج يتمرن النهارده تدريب اساسي وفي نفس الوقت ريكفري للمجموعه الاساسيه اللي شاركت في مباراه الزمالك، خاصه ان بعد مباراه الزمالك لم يكن هناك اي تدريبات بالنسبه للفريق، وفضل الجهاز الفني القيادي كابتن حسام البدر من هناك راحة خوفا من الاجهاد او تعرض اي من اللاعبين للاصابه. مؤمن زكريا وصل فجري اليوم، التحق بالبعثه بعد تعذر سفره بالامس نتيجه تاخر في استخراج التاشيره الخاصه به، خاصه ان مؤمن زكريا بعد مباراه السوبر سيتوجه مباشره الى المملكه العربيه السعوديه والانضمام الى فريق اهلي جده، والاعاره ستبدا مباشره بالنسبه لمؤمن زكريا بعد مباراه السوبر. ايضا من المقرر وصول مساء اليوم مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اليوم الى اماره العين طبعا لرئاسه البعثه، خاصه ان بالامس كان هناك اجتماع مطول لمجلس الاداره، وفضل المجلس الاجتماع بالامس والتواجد مع البعثه في اليوم التالي والاطمئنان على البعثه فور الوصول والتواجد معهم حتى موعد المباراه والمقرر لها باذن الله مساء يوم الجمعه. تدريب فريق النادي الاهلي هيكون الساعه 6 بتوقيت الامارات، لكن هيكون الساعه 4 بتوقيت القاهره، هناك فارق زمني ساعتين بين مصر والامارات. الجهاز الفني يستعد من خلال هذا التدريب لتجهيز كل اللاعبين لمباراه السوبر. نعلم جميعا ان هناك غيابات عن هذه المباراه لم يصطحبهم الجهاز الفني في هذا اللقاء، عمرو بركات، اكرم توفيق، ايضا صالح جمعه، مؤمن زكريا التحق بالبعثه، لكن ايضا هناك اصابات رامي ربيعه ومحمد نجيب. ايضا من ضمن اخبارنا اليوم الخاصه بفريق النادي الاهلي ان المؤتمر الصحفي غدا ان شاء الله للكابتن حسام البدري المدير الفني، مؤتمر صحفي خاص بمباراة السوبر، سيحضره غدا الكابتن حسام البدري واحد لاعبي فريق النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر ايضا فريق النادي المصري سيحضر المدير الفني واحد اللاعبين. المؤتمر الصحفي سيقام في الساعة 11 صباحا بتوقيت الامارات، التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيكون قرب ملعب المباراة ملعب هزاع بن زايد، وهو المؤتمر الصحفي الاخير قبل موعد المباراة باذن الله والمقرر لها باذن الله مساء يوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد. تفاصيل كثيرة، اخبار كثيرة، لقطات حية وحصرية وخاصة لقناة النادي الاهلي مع بعثة فريق النادي الاهلي، نطمئن من خلالها على البعثه واخبار اللاعبين والاستعداد لهذه المباراه الهامه جدا، وايضا مفاجات عديده وزياره هامه جدا لرئيس نادي العين الاماراتي للاطمئنان على بعثه فريق النادي الاهلي. تابعونا وهذه التغطيه الخاصه والحصريه من اماره العين مع فندق وبعثه فريق النادي الاهلي فقط وحصريا على شاشه الاهلي. تابعونا. Thank you.
كان تتابعونا معنا بشكل يومي وحصري على شاشة قناة الأهلي كواليس حصرية لبعثة فريق النادي الأهلي هنا في إمارة العين استعدادا لمباراة السوبر أمام فريق النادي المصري. لكن صباح اليوم التالي لوصول فريق النادي الأهلي حرص الأستاذ غانم الهجري رئيس نادي العين ورئيس المجلس إدارة نادي العين الرياضي على زيارة بعثة فريق النادي الأهلي للإطمئنان على البعثة والإطمئنان على أحوال الفريق. أستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، برحب بك على قناة الأهلي وشرف كبير استضافتك في هذا الحدث من أمام مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. أول شيء أرحب بجميع البعثة ونتشرف بوجود نادي بحجم نادي الأهلي في دولة الإمارات وفي مدينة العين خصوصا، ونادي الأهلي المصري ليس غريبا على مدينة العين، هو دائما ما يحظى بالمحبين ووجودهم اليوم معنا إضافة لهذه المدينة. في البداية طبعا استضافة ملعب هزاع بن زايد وتحديدا هو ملعب نادي العين هذا الحدث الكبير مباراة السوبر، والأهلي يلعب على هذا المباراة الملعب للمرة الثانية، كانت المباراة الأولى في العام قبل الماضي. اليوم أنا أعتقد الأهلي فرصة يلعب في ملعبه، اليوم هو صاحب الأرض، نتمنى له التوفيق ونتمنى للفريقين التوفيق والخروج بصورة تمثل ما وصلت إليه الكرة المصرية من تقدم. اليوم الكرة المصرية في جميع مكوناتها إن كان على مستوى الأندية أو على مستوى اللاعبين يجدون قدم على المستوى العالمي بوجود لاعب بحجم محمد صلاح يقدم رسالة سفير فوق العادة للكرة المصرية. الأهلي اليوم ووجوده في مدينة العين أعتقد أن إضافة للمدينة، محبين نادي الأهلي كثار في هذه المدينة وأنا أولهم، أنا أهلاوي من الزمن. اليوم وصلنا هنا لنرحب بإخواننا ولنقول لهم عن قيادة دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات وكل محب لهذه الوطن أن مرحبا فيكم بين أهلكم وأصحابكم. كيف تتابع فريق الأهلي خلال السنوات الأخيرة ومتى بدأ اهتمامك بالأهلي ومتابعته ومبارياته وأيضا نجومه السابقين وأبرز لاعبيه؟ طبعا احنا اليوم لما نرى على مجلس إدارة نادي الأهلي الأستاذ الخطيب محمود، يعني احنا من عشرنا وقت الذهبي، فمنها وصار الكل يعني يشعر بانتماء لنادي الأهلي. اليوم الكرة المصرية ونادي الأهلي بالذات كان مصدر للنجوم أصبحوا أعلام على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. قيمة الأهلي وجماهيريته في الوطن العربي وتحديدا في الإمارات، بالطبع سنتوقع امتلاء الملعب عن آخره بجماهير الأهلي في ملعب هزاع بن زايد. أعتقد المتابع احنا نتابع بيع التذاكر في بعد ما أعلن عن هذه المباراة، أعتقد أكثر من 7000 تذكرة انباعت في أول الأيام، فهذه مؤشر كبير على حجم الجماهير الموجودة في دولة الإمارات وخصوصا في مدينة العين، وأنا أعتقد أن المباراة ستتحدث عن نفسها وحضورها الجماهيري. أنا أيضا متابعة فريق العين الإماراتي عموري وأبرز اللاعبين الإماراتيين في هذا النادي العريق الكبير، و نادي العين في الفترات الحالية أيضا كمان تعاقد مع أحدث اللاعبين المصريين حسين الشحات. أنا أتمنى فقط من الجماهير الأهلي ما تزعلش علينا، أن ندري كان الشحات هو أحد الأهداف المطلوبة للنادي الأهلي، ولكن هو ما راحش بعيد، راح من العين اليمين للعين اليسار، راح من الأهلي إلى العين، وإن شاء الله أنه يكون جاهز، أنه يكون بحجم الأهلي ويقدم مستوى يرضي الجماهير المصرية ويقدم مستوى يوفق اللاعب لاعب مجتهد، متابعينا من فترة استطاع أن يضع اسمه من ضمن أفضل النجوم الموجودين في مصر في المرحلة اللي طافت، ونعتقد أنه بيكون سفير فوق العادة للكرة المصرية في دولة الإمارات. حضرتك مع بعثة النادي الأهلي فور وصولها بالأمس ومتابعتها خلال الأيام القادمة حتى موعد المباراة والمغادرة هنا من إمارة العين. طبعا عناصر البعثة وجميع مكونات البعثة هم ضيوف علينا، ونتمنى أن يكون جميع الأمور، لنتأكد أن جميع الأمور تسير في الأمر السليم ولا ينقصهم شيء. أشكر حضرتك جدا ودائما موفق وبالتوفيق لنادي العين الإماراتي وبالتوفيق للكرة الإماراتية بشكل عام خلال الفترة القادمة. أشكركم جزيلا وشكرا لكل الشعب المصري ولكل جماهير الأهلي وشكرا على حضوركم. شكرا جزيلا. أهلا أسعد. طبعا في هذه اللحظات كان معنا لقاء هام جدا مع الأستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الإماراتي، حدث مهم جدا استضافة ملعب هزاع بن زايد وملعب نادي العين لمباراة الأهلي في السوبر المصري، لكن بالطبع هي مباراة هامة، جماهير النادي الأهلي متواجدة منذ الأمس وحتى الساعات الأولى كمان.
كمان من موعد المباراة خلال ال 48 ساعة القادمة. فهذه اللحظات كنتوا تتابعون طبعا وصول فريق النادي الأهلي لمطعم الفريق هنا داخل فندق الإقامة. هناك فصل تام لمطعم الفريق بعيدا تماما عن كل نزلاء الفندق. لكن في تمام الساعة السادسة سيتحرك الفريق للتدريب في أحد الملاعب الفرعية، ملعب نادي طحون بن محمد القطارة. وهذا الملعب الذي يستضيف التدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي قبل التدريب غدا بإذن الله على ملعب هزاع بن زايد. تابعونا. دايما بنرصد لكم كل كبيره وصغيره داخل بعثه فريق النادي الاهلي، بنتكلم في الامور الفنيه، الامور الاداريه، الامور التنظيميه، حتى كمان متابعه مسؤولي نادي العين او حتى الاتحاد الاماراتي ومجلس ابو ظبي الرياضي مع بعثه فريق النادي الاهلي. لكن في جزء مهم جدا كمان مع فريق النادي الاهلي في استعداده لهذه المباراه، جزء التغذيه. جزء التغذيه هو احد العوامل الهامه جدا بالنسبه لاي فريق في العالم عشان يستعد بشكل جيد سواء بدني او فني في اي مباراه. معي في هذه اللحظات الشيف السوري لؤي صايغ، وهو الشيف المخصص من داخل فندق الإقامة لبعثة فريق النادي الأهلي. الشيف السوري برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. شرفتونا، أهلا وسهلا فيكم بالعين وفندق ريحان من روتانا. شرفتونا. أكلمك الأول على بعثة فريق النادي الأهلي، متى بدأت الترتيبات لاستقبال البعثة وتجهيز الأطعمة والتغذية؟ وأيضا كما بالتأكيد هناك اجتماعات مع الدكتور التغذية الخاص دكتور هاني وهبة دكتور فريق النادي الأهلي. تقريبا ترتيبات ابتدأت تقريبا حوالي من شهر، من 10 أيام وصلنا المنو اللي لازم نشتغل عليه. طبعا هو منو خاص بالرياضيين، نحن بالعادة بيجينا كمان جروبات رياضية فعندنا خبرة بهذا الموضوع. بس طبعا كل فريق بيجينا على الأوتيل بيكون في عنده شغلات مختصة عن غير فرق تاني. كمان عم يعني أي شيء نحن عم نعمله عم نتناقش فيه مع الدكتور هاني، هو بيعطينا التوجيهات قبل كل وجبة. ممكن يكون في طلبات خاصة كمان للاعبين بيحبوا مثلا ياخدوها، طبعا بناخد الابروفل تبعه قبل ما نعمل اي شيء. مركزين بالاكل تبعنا على الخضار الهيلثي، الخضار اللي بتعمل غازات اللي ممكن تكون هي خضار حراره زي الفلفل، البهارات، القصص كلها ما بنحطها نحن بالاكل مشان نحافظ على صحه اللاعبين. طبعا هم جايين من مصر فالجو بيفرق، فلازم كمان ننتبه يعني مشروبات ساقعه كثير ما بنقدمها منشان لانه فرق الجو كذا ممكن مثلا لا سمح الله حدا من اللاعبين يمرض. هالقصص كلها بنحطها بعين الاعتبار. كمان بالنسبه للاكلات الرئيسيه الزبده او الدهن كثير خفيف بالاكل. عم نحاول هلا هي شغله صعبه بالنسبه للشيف انه يعمل اكل يكون طيب وبنفس الوقت دهن قليل، زبده قليله، كريمه قليله، هي الشغلات اللي بتخلي الاكل يكون اطيب. بس نحن عم نحاول جهدنا والحمد لله لحد هلا اللاعبين مبسوطين بالاكل. ناخذ شويه كومنتات صغيره ونصلحها بالمرات الجايه.